ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. طبعا انتوا زمانكم عرفتوا ان احنا كنا في الغردقه وكنا مع بعض انا ودعاء ومها ونرمين، وصورنا انا ودعاء فيديو في قناه دعاء. طبعا دعاء سليمان مش محتاجه اقدمها، يعني اكيد عارفينها. واخيرا جت الفرصه ان احنا نصور مع بعض، لان احنا كنا عايزين نعمل كولابوريشن مع بعض وكل واحد فينا في حته وبتاع، فلقينا ان دي فرصه احلى. بس لسه احنا عايزين نعمله، هنعمله تاني. بس اول مره بتبقى احلى لو كنا الاثنين مع بعض قاعدين مع بعض. فصورنا فيديو في قناه دعاء، طبعا هسيب لكم لينك الفيديو وقناه دعاء تحت في صندوق الوصف. روحوا طبعا اعملوا سبسكرايب على طول وشوفوا الفيديو، هيعجبكم ان شاء الله. حلو قوي ان انا بتفرج عليها وهي بتشتغل. وهنا بقى هنعمل فيديو تاني، بس الفيديو هنا هلس، يمكن التاني فيه ميك اب. هو ميك اب، بصوا انتوا الفيديو التاني اللي عندي هيبقى اكتر رغي، يعني هتاخدوا يعني كانكم قاعدين معانا بنتكلم، تحس انه مهم كده. بس حلو برضه، فرحان. هنا ده بقى هلس بقى. هنا هلس. ليه بقى هو هلس؟ لان احنا النهارده مسافرين راجعين، خلاص مروحين وخلصانين، فمش قادرين نعمل اي حاجه، نقوم من مكاننا اصلا. والله يعني انا اللي مفوقني شويه ان احنا قاعدين في تكييف، انا تحت كنت بفرفر منه، يعني احمرت مننا فجاه انا هطلع. والله طب طلعوني الاوضه. يلا المهم فيديو بقى النهارده هنعمل ايه؟ هي تشالنج بس احنا مش عارفين اسمها ايه بالظبط. هنكتبها. اللي هي هنشرحها لكم. اللي هي مثلا انا هحط سماعات في ودني واشغل اغاني على الاخر عشان ما ابقاش سامعه اي حاجه، ودعاء هتقول لي جمله بقى مثل في فيلم ايا كان هي محضره. انا امثال محضره لي، انا امثال شعبيه، وانا احاول اعرف هي بتقول ايه، والعكس طبعا انا محضره لها بقى افيهات افلام. فكل واحد اهو فين الايربودز بتاعتنا، كل واحد معاه الايربودز بتاعته عشان نعمل كده بقى. فيلا عايزين بقى تتفرجوا وتشوفوا ايه اللي هيحصل فينا، ونشوف مين اللي كسب، وانتوا قولوا لنا. احنا مختارين 10، فانتوا بقى بقولوا لنا مين اللي كسب. انا مختار 10 افيهات وهي 10 امثال، وحسب بقى ما نستحمل. اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا كومنت واعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس اتشقلبوا في الفيديو. اتشقلبوا في القناتين. يلا بينا نكسب. هتبدا انت الاول ولا انا؟ انت حطيتيه في ودني. خلاص يلا نبدا. انا اللي هحاول. شغلي اللي انت عايزاه، وانا كده كده هعمل تيست الاول اشوفك سامعيني ولا لا. خليني احنا مش عايزين نغش برضه. يلا. على حاجه؟ ايه؟ مش سامعيني خالص؟ خالص؟ انا لسه ما عملتش حاجه. تمام. هتبداي دلوقتي؟ عندكم شامبو؟ هي الحركه دي اللي جابتك. اصل يا جماعه انا لسه كنا بنتكلم فيها من يومين، عندكم شامبو، فحسيتها بتقولها بنطق شامبو. وبعدين مش انا اول ما قلت لك حد، قلت لك حد بالسهل. ايوه انا عارفه انك هتعرفيها على طول. لا حسيتها حاسه عايزاك تعملي بمثلها لها. عندكم شامبو. في ناس عارفه بيتكلموا بس ما بيبانش مخارج. عايزه اقول لك ان انا اصلا مش مطلعتش صوت، يعني انا قلتها جوه كده. يعني هما تقريبا ما عرفوش انا قلت ايه. انا بقى لسه مكتبي على الشاشه الكلام اللي هيتقال. اوكي صح. هعمل لها تيست صغير. اشتغلت؟ سوسو؟ طيب اوكي هب. اوكي. ديل للكلب عمره ما يتعبني. ديل الكلب عمره ما يتعبني. حضرتك بتقول ايه؟ ديل الكلب حاجه القلب. الكلب ديل الكلب عمره ما يتعلم. ايوه. لا يا جماعه احنا متميزين. دي صعبه قوي. احنا دي صعبه قوي. قلت لك القلب. ديل القلب عمره ما يتعلم. اوكي يلا انت يبقى كده واحد واحد. اوكي. ايه؟ حاجه ولا ايه؟ اشيله ولا ايه؟ استنى يا حسن يا شاكوش شويه. اي سي يو ولا ايه؟ دي فيلم؟ ايه فيلم؟ لا انا يئست. صعبه. قولي. هي كلمه يعني حاجه اتقالت مشهوره. اتقالت في الكوميكس وكده. اوكي. هي اخر فرصه. اوكي. اوكي. اشيله ولا ايه؟ لا مش عارفه. قولي. عنتيرو ولا ايه؟ عنتيرو ايه؟ احمو. عايزه اقول لك انت بتسمعيهم على فكره دلوقتي. احمو فيكا. لا ما ركزتش مع ان لسه برضه كنا بنتكلم فيها امبارح. يلا يبقى انت كده اتنين وانا واحد. انا واحد لسه. واحد انا لسه. احنا واحد واحد. واحد لسه. اوكي شغلي. انت الدور. ايش ياخد الريح من البلاط؟
ايش ياخد الريح من البلاط. هاي لا ده احنا جامدين قوي. ده بس السما عندي يعني جامده جدا في الامس. قول انت. صباح الفل يا مايا. انا بس اللي ركز. مايا اركب يا مايا. يلا ايه تاني تاني. احيي يا ابو سوسو احيي. يا جدعان انا مزاجبه جدا انا ما بقولش غير احيي اصلا. انا حتى انا عشان كده بيعيني قاعده معايا 3 ايام بقت بتقول زي احيي كل شويه احيي. لا بجد القعده مع الاسكندرانيه تبقى احيي ماشي على الارض. اللي خدته القرعه تاخده ام الشعور. اللي خدته القرعه تاخده ام. اللي خدته القرعه تاخده ام الشعور. صايع. تعالى حبيبي تعالى تعالى الحمو يا حبيبي. عم ايوب تعالى الحمو حبيبي. ياما جاب الغراب لامه. وايه جاب الغراب لامه؟ ايه جاب الغراب لامه؟ هي قربتي بس قلتيها صح؟ ياما جاب الغراب لامه. ياما جاب الغراب لامه. حبيبي. الموضوع بقى سهل احنا اخدنا الموضوع ده. اللي هو لا كان نفسي يكون فيها هرس والله بس احنا اذكياء قوي احنا اذكياء قوي. كسة. كنت عكس تحت. عايزه احكي انا كنت ناسيه مش عارفه ترتبهم جبتها من على جوجل. كنت عكس تحت. ده حالنا بقى يا جماعه والله في الكام يوم دول. كنت عكس اللي احتشوا ماتوا. بس كده لا تاني. اللي احتشوا ماتوا. اللي اللي احتشوا ماتوا. اللي مش عارفه ايه منه. ماتوا. اللي اختشوا ماتوا. حبيبي كمل. هو تقريبا احنا الاثنين كسبانين احنا مش هنعد بقى. قولي لي يا محاميحو. مش انا عيد ميلادي النهارده. صح. قولي لي يا محاميحو. لا يا جماعه بس ميار فعليا بتمثلها. قولي لي يا ما انا ده حلو لما في ثبات بس مش عارفه يعني يبقى حلو بس احيتي كنت اقول لك احيي بس ما احيش. دي مش محتاجه شهاده دي محتاجه ليونه. ممكن تبقى صعبه شويه. يهور لبن من وش القرن. يهور اللبن من وش القرن. اللبن من وش حاجة. يغور يغور. تغور يغور. قول السؤال تاني. تغور يغور. ايه يغور. كمل. يغور اللبن من وش القرن. مش عارفة. حاولي تاني. لا انا حاسه ان المثل مش عارفاه. يغور اللبن من وش القرد. ما انا عرفت اللبن من حاجه عشان قلت لك لا مش معرفوش فعلا. يلا وقعت يا كمان واحده. اوكي بس انا عرفت ان هو يغور اللبن من وش القرد. القرد اللي هو امال اسمعه مهما كنت هتجيب لي ايه وانت زفت اتكل على الله. يلا دي طويله. لا بالراحه. والنبي النبي والنبي حلو. استني عشان الاغنيه خلصت. والنبي افتح افتح. والنبي والنبي اللي والنبي هات وقميص سهرة
قميص سهره حلو، قميص نوم حلو. اقولها تاني ولا خلاص؟ مره كمان والنبي تفتح انت والنبي انت والنبي انت لذيذ والنبي انت لذيذ والنبي انت حلوه مسك. انت اول ما قلت قميص قلت هتجيبيها حلوه وانت انا عماله اقول انت هتجمعي سنوم ان احنا المايه ودتنا فين. العلم العلم في الراس مش في الكراس. العلم في الراس مش في الكراس. ايوه بص انا بقولها لها بالراحه فبسهلها لها. العلم بالراحه. انا كمان عماله اقول لك الكلام 100 مره. انا اول كلمه سمعتها القلب، كنت هقولها القلب بعد كده في الراس وكراس حسيت ان لا دي حاجه ثانيه. لا من الاول يا حسني. لطفي يا لطفي. قولي بس قولي. لا يا حسني ايه؟ يا النبي محمد ايه اللي هيجيب لي جلطه؟ ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. تبوسني؟ انا جايبه معايا حسني مش عارفه مين حسني. مفيش حسني في الموضوع بجد؟ تخص؟ لا يا خرابي لونها خلصت. يا بوسك انا سلوكي بطال او ما بوسك يا قميص يا حزني في كلام مش تمام. دعاء بتقول كلام مش تمام. اخر مره لا يا خد لا يا لا يا لذيذ. لا قولي 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 بقول لك لا تقولي يا ازاي؟ لا خذوا من كل رجل لا كانت صعبة مش عارفة اجيبها دي. مش عارفة اجيبها دي. وعملها لك كمان مش عارفة اجيبها دي. الغايب حجته معايا. الغايب القلب الغايب الادب الغايب كملي حجته معايا بس كده؟ هما تلات كلمات؟ تاني الغايب حجته معايا. القلب الغايب الغايب الأدب فضلوا عن العلم. الغايب الغايب العيب الغايب الغايب حجته معايا. مش عارفة ايه ياخدوا معايا؟ هو هياخده معايا ان شاء الله. الغايب هو هياخده معايا بس انا مفكره. الغايب حجيت وات الحقيقة الحقيقة امك تعمل ايه؟ اخر مرة الغايب حجته معايا. فقدت الامل. الغايب حجته معايا. اه صحيح. طلقني لو مش عاجبك طلقني. يا جماعة اي حاجة فيها مرقعة بلقطها بسرعة عشان انا بعملها. احمد طلقني لو مش عاجبك. لو مش عاجبك طلقني. يدي الحلقة للي بلا ودان. ادي الحلقة للي بلا ودان. يدي الحلقة للي بلا ودان. او يدي الحلقة للي بلا ودان.
انا اخر حاجه بس دي سهله جدا يا رب اعرف بس ما هي السهل ده لا دي كلمتين اوكي ماشي السين حلوه السين حلوه العب الحلوه حيث كده بقى ما قدميش الحل واحد يلا. اقوم احضر شرطتي واحنا اوريدي حضرناه يلا دي ممكن تبقى صعبه شويه نوايا تسند الزير نوايا تسند الزير تاني وبالراحه نوايا دوايا نوايا لو عليا هو لو عليا هديكي بالبتاع في وشك نوايا نوايا تسند الزير نوايا كل دي كلمة واحدة؟ نوايا دوايا انا شايفها دوايا نوايا تسند نوايا نوايا تسند نوايا تسند الزير ايوه الله عليك يا صاحبي معرفوش بجد متعرفيهاش نوايا تسند الزير نوايا تسند الزير اللي هو مثلا ايه حد مثلا مديون فانت بتديله 50 جنيه بتديله 50 جنيه مستوعب نوايا تسند الزير اي حاجه تمشي الدنيا يعني بس عرفته جميل ان انا بشرح لها قصه المثل اصلا بس كده يا جماعه احنا مش عارفين اكشلي مين فينا اللي كسب يعني فعليا احنا مش عارفين مين فينا اللي كسب بس قولوا لنا هو تقريبا دعاء بس ما عرفتش واحده وانا ما عرفتش واحده لا بيتهيألي ان في اتنين ما عرفتهمش انتي مش عارفه اقعدي احسبي هنشوف هعرف الايديت انا بس كده الفيديو استني اشيل دي عشان انا تقريبا ودني باظت بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب عندي وعندي دعاء اهتموا وشوفوا الفيديو بتاع دعاء عشان هيعجبكم جدا برضه احنا نقول لهم بصوا الفيديو هو احنا ايه بتبدلنا الشنط بتاعت الميك اب مع بعض تمام بس هو الموضوع يعني كلام وشنط الميك اب اللي احنا جايبينها معانا في المصيف يعني مش عادي بعض يعني احنا كان معانا حاجات محدوده حاجات بنحبها بالظبط تقريبا كل حد جايب الفيفورتس بتاعته بالظبط كده وبدلنا الشنط وهنشوف بقى ايه اللي طالع معانا فانتوا لو عايزين ايه الفيديو عباره عن قعده انتوا عايزين تقعدوا بقى تشوفونا احنا بنتكلم مع بعض ازاي المواضيع ايه الدماغ ايه كده فدي قعده بنات ودي هلس بنات شوفوا انتوا حابين بقى القعده ولا الهلس ايوه بالظبط فشوفوا الفيديو عند دعاء واعملوا سبسكرايب واعملوا للفيديو بتاع لايك وعندي نفس الكلام أيوة. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله باي باي.